بدك ننتبه الان. هم اصلا الفراعنة عصات الرعي ايش هي عندهم؟ عصات الرعي لايش بترمز؟ انتبهوا، عصات الرعي بالذات لايش بترمز؟ اولا اللي بدرس الاثار الفرعونية يجد آلهة زي مثلا اوزاريس حامل بايده اليمين عصات الرعي، هذا الآلهة اوزاريس، في ايده اليسار عصاية تانية، كل عصاية لها معنى، كل عصاية لها معنى. هاي اول قضية انتبهوا، موضوع العصاية، وهون عندي راعي والعصاية هاي. طيب لاحظوا، اذا الفراعنة عندهم رموز، الفراعنة عندهم رموز، هذه الرموز اول ما تشوفها بتدرك المعنى اللي وراها. كانوا يرمزوا، اول رمز ايش قلنا؟ العصا، العصا المقدسة. من ضمن العصا المقدسة اللي بيحملها مين؟ اوزاريس. الاثار الفرعونية بتقول كمان فرعون بيحمل عصاة الراعي باعتباره هو راعي مين؟ الشعب، الغنمات، الشعب. مش برضو بيرعى الشعب؟ هو مش بس الاله اوزاريس بيحمل. طيب لحظه، اذا من علامه ان القوه والحكم وقياده الشعب بيحمل ايش؟ عصا فرعون. في اثنين بيحملوا، الالهه وفرعون. وذاك صوروا الصوره الان، جاي موسى وهو ايش عامل؟ عصا، عصا الراعي. واكيد فرعون اللي قباله ماله مع عصا. انتبهنا؟ اي واحد اثنين، لما القى العصا موسى عليه السلام ايش تحولت؟ افعى، حيه وافعى، وثعبان، حيه وثعبان، حيه وثعبان، لانه ثعبان واضح انه ذكر يعني وضخم. لحظه الان، طيب العصا تحولت ثعبان، طب ايش الثعبان عندهم الفراعنة؟ ايش الثعبان؟ اكثر شيء بتشوفوه في رموز الالهة، الالهة المصرية، لانه عندهم الالهة ابرز شيء بتشوفوه متكرر الثعبان، ابرز شيء بتكرر الثعبان. وفرعون بتحرصوا انثى الكبرى، وكانوا يصوروها وين؟ على تاجه، كانوا يصوروها على تاجه انثى الكبرى، وهي بتحمي الفرعون، تحمي يفهموها، تحمي، وهي رمز آلهة عدة. الافعى في اشكال مختلفة، في اشكال الافعى في اشكال مختلفة، هي ترمز لامور، على فكرة ترمز لامور. الضفدع مثلا كان برمز عندهم اشي، الافعى اشي، لكن اللي بدرس التاريخ الفرعوني يجد اللي بتكرر كثير ايش؟ الافعى، في رموز الالهة المختلفة. وفرعون نفسه تحميه انثى الكبرى، وين بحطوها صورتها؟ على صوروا له اياها. هاي لاحظوا العصا اللي بيحملها فرعون، والافعى، ولا هو لما القاها ليش تحولت؟ معناته بدنا نبدا نستوعب الرموز اللي اصلا بدينا نشعر انه ليش كانت الامور بهذا الشكل، ليش عصا، ليش عم تتحول لافعى، وايش دور الافعى في العقيده الفرعونيه. لانه لما تهدم الالهه انت بتهدم، انت بتهدم الرمز، بتهدم كل اللي وراه. هاي الافعى، هاي الافعى ضدنا، هاي مش هيك؟ هاي الافعى بتحميش فرعون، هاي الافعى. ولذلك اذا معناته لما بتكلم عن ضفادع، ما هي كانت الضفادع يعتقدوا فيها اعتقادات، فلما الضفادع بتصير تهاجم معناته موسى خاضع لكل الالهة، هذا مسيطر على، اذا انتبهنا، مسيطر على الطوفان. يعني هم اكيد كانوا بتعرفوا بيذبحوا للنهر مشان يطوف، بيذبحوا للنهر في مواسم معينة مشان يطوف، او مشان يعني يفيض، ومشان ما يفيضش، ومشان ما يفيضش. الان واذا بموسى
عليه السلام اللي بعثه مسيطر على الماء والطوفان، ومسيطر على الضفادع، مسيطر على الجراد، مسيطر، لأنه دير بالكم كل آلهة إلها. وين ذهبت الآلهة؟